في اليوم العالمي للمعلم رسالة كويتية للاهتمام بقضايا المعلمين وبحث شؤونهم، ذلك على هامش أنشطة جمعية المعلمين الكويتية التي أقامتها في مجمع الأفنيوز تحت شعار معلم وأفتخر. وبهذه المناسبة طالب رئيس الجمعية مطيع العجمي السلطتين التشريعية والتنفيذية بضرورة الاهتمام بقضايا المعلم، لافتا إلى الاعتزاز والفخر بمكانة ودور المعلمين بصفتهم أصحاب رسالة نبيلة وحملة راية العلم وصناع أجيال الغد ومستقبل الوطن. أقمنا في جمعية المعلمين الكويتية فعالية معلم مفتخر بالتعاون مع مجمع الأفنيوز. هذه الفعالية احتوت على عدة فقرات، منها معرض من ذاكرة التعليم بالتعاون مع التوجيه الفني للتربية الفنية في منطقة حولي التعليمية. حرصنا من خلاله على تسجيل كلمات الشكر لهؤلاء المعلمين والمعلمات بهذا اليوم العالمي، والذي تحتفل فيه كل المنظمات والنقابات العربية والدولية بهذه المناسبة العزيزة علينا. بهذه المناسبة نستذكر الدور الكبير الذي يبذله المعلمين والمعلمات وأعضاء الهيئة التعليمية في الإدارات المدرسية والتواجه الفنية من جهود جبارة من أجل تربية وتعليم أبنائنا الطلبة. وبهذه المناسبة أيضا نلفت إلى أهمية بحث قضايا المعلمين والمعلمات فيما يخص قضاياهم على المستوى مجلس الأمة أو على مستوى وزارة التربية، ولذلك نطالب السلطتين التشريعية والتنفيذية ببحث هذه القضايا والتعاون مع جمعية المعلمين الكويتية من أجل إقرارها في دور الانعقاد القادم بإذن الله تعالى.